بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم. يعتبر بناء بنية معلوماتية موحدة وتجهيزات تكنولوجية لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية هو ضرورة لوصول هذه الجهات لمراكز البيانات للحصول على الخدمات التكنولوجية المختلفة طبقا لآلية وضوابط محددة وبطريقة آمنة. والبنية المعلوماتية للوزارات والجهات في الحي الحكومي تم تنفيذها بأعلى المعايير القياسية، وتعتبر هي الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا في الشرق الأوسط والمنطقة، وبتتكون من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية ورعية لنقل البيانات وتوصيل الخدمات المعلوماتية ل 300 ألف مخرج نقل بيانات لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، وطبقا لتوجيهات سيادتكم نحو تأمين البيانات وحمايتها، فبنأكد أن البنية التكنولوجية المنفذة بتمنع دخول أي جهاز أو معدة أو مستخدم دون أن يكون مسموحا له بذلك مسبقا، كما تطبق عليه أيضا جميع معايير التأمين والحماية. وهذه البنية التكنولوجية يا فندم مكنتنا من تفعيل خدمات هامة جدا، منها اننا قدرنا نربط الوزارات والجهات الحكومية بمركز البيانات الرئيسي للدولة لتلقي الخدمات التكنولوجية وللعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية على كل من السحابة الحكومية المغلقة الجي كلاود والسحابة الحكومية العامة البي كلاود، وده بيتم من خلال أجهزة الحواسب الآلية الصفرية اللي بلغت حتى الآن 50,000 جهاز حاسب آلي صفري. ومكنتنا كمان من تشغيل خدمة المكالمات التليفونية لجميع الجهات الحكومية من خلال 26,000 تليفون رقمي حتى الآن، وتشغيل خدمة البث التلفزيوني الرقمي ل 1200 شاشة رقمية حتى الآن أيضا، كما ساهمت في توفير بيئة العمل ل 14,000 كاميرا لصالح منظومة كاميرات المراقبة اللي بتغطي جميع المباني الحكومية داخليا وخارجيا، وبتمكن كل جهة من متابعة ومراقبة المباني الخاصة بها. ومن خلال هذه البنية التكنولوجية أيضا قدرنا نشغل خدمة الإنترنت لموظفي الوزارات والجهات الحكومية سلكيا من خلال أجهزة الحواسب الصفرية على السحابة الحكومية العامة البي كلاود، ولا سلكيا من خلال المحطات اللاسلكية اللي بتغطي جميع الأماكن بصورة نموذجية وبأعلى المعايير الفنية في جميع مباني الحي الحكومي بإجمالي 23,000 محطة لاسلكية. وعشان يا فندم يبقى في ضوابط ومحددات في استخدام الإنترنت، تم إعداد منصة موحدة للجهات الحكومية بتمكن مدير وحدة التحول الرقمي في كل وزارة أو جهة من تحديد الصلاحيات والسرعات ومتابعة الاستهلاك لمتلقي خدمة الإنترنت في كل جهة. كما تم أيضا تجهيز وتشغيل 1245 قاعة اجتماعات وقاعة أزمات بأحدث أجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات، وتم تنميط هذه القاعات لتلبي الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية في الحي الحكومي طبقا لأعلى المعايير القياسية والفنية الخاصة بذلك. كما تم أيضا تجهيز وتشغيل بوابات الدخول والخروج الإلكترونية لمداخل المباني الحكومية للتحكم في عملية الدخول والخروج ولتسجيل حضور وانصراف الموظفين من خلال التكامل والربط آليا بمنظومة الموارد البشرية الموجودة بمركز البيانات الرئيسي للدولة، واللي بتمكن مسؤول الموارد البشرية في كل جهة من متابعة حضور وانصراف الموظفين وتوقيتاتهم. واستخدمنا مع هذه البوابات يا فندم أسرع قوارئ بيانات في العالم لضمان سرعة عملية الدخول والخروج بدون أي تكدس، خصوصا في أوقات الذروة. وهذه القوارئ بتدينا كمان ميزة هامة جدا، هي عدم حدوث أي تلامس معها أثناء إجراءات الدخول والخروج لضمان عدم انتقال أي عدوى، وخصوصا مع دخول وخروج هذا العدد الكبير من الموظفين يوميا. وبنأكد لسيادتك يا فندم أن البنية التكنولوجية الحالية
بتستوعب أضعاف الأرقام اللي تم عرضها، وبتستوعب أيضا أي زيادات أو احتياجات مستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، وساهمت بشكل كبير جدا في سرعة انتقال 114 وزارة وجهة حكومية للعاصمة الإدارية انتقالا فعليا. وبيتم أيضا تقديم الدعم الفني لهم من خلال مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني لضمان استمرار العمل بصورة مستقرة في جميع الوزارات والجهات الحكومية. شكرا جزيلا.